موسم الرياض يجذب مليوني زائر خلال أسبوعين فقط من افتتاحه. المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كشف أن موسم الرياض شهد حضور عدد كبير من الفنانين والزائرين، فيما انطلق الموسم هذا العام بهوية ابتكارية تحت شعار بيك تايم ليضم العديد من الفعاليات المحلية والدولية. أبرز الفعاليات التي خطفت الأنظار: نزال WWE Crown Goal 2023 للمصارعة بمشاركة أشهر مصارعي العالم وبحضور أكبر المشاهير من هوليوود، إضافة لحفل روائع بليغ حمدي الذي جمع أجمل أصوات الوطن العربي. أما الحدث الذي طبق لأول مرة هذا العام فكان حفلات البث المباشر سلطن في مكانك. ليس هذا فحسب، حيث جمع موسم الرياض في بوليفارد وورد مناطق تحاكي ثقافات وحضارات عالمية شهيرة مثل مصر وبلاد الشام وفرنسا والصين وغيرها.